السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كلاص بحجم عائلي كريمي، كيجي رائع، كيستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه واكيد غيعجبكم. بالنسبه للمقادير غنحتاج علبه ديال الكريم شونتيي، نص لتر ديال الحليب، ضروري يكون بارد مزيان. عندي جوج ياغورت ديال الكراميل من جودة، كيس من الحليب المجفف من وزن 60 غرام، عندي جوج علب ديال الجبنة الطرية ومعلقة كبيرة ديال الكراميل. غادي نطلع المكونات في العجانة، غادي نوضع بودرة كريم شونتيي، ستين غرام ديال الحليب المجفف، ونص لتر ديال الحليب، ضروري يكون بارد باش تكون النتيجة أفضل. بعد ما طلعت الكريمه مزيان، غادي نضيف جوج علب ديال الجبنه الطريه، ضروري حتى الياغورت يكون بارد، جميع المكونات تكون باردة. وجوج علب ديال الياغورت بنكهة ديال الكراميل، ومعلقة كبيرة ديال الكراميل، وغادي نزيد نطربو مزيان. من بعد ما طربت المكونات مزيان، حصلت على هذه الكثافة، هذه غادي ناخذ المول ديال السيليكون، الا ما كانش متوفر انا عندكم مول عادي، ديروه بلاستيك غذائي باش يسهل عليكم تحيدوه من المجمد. انا غادي نستعمل جوج،
غادي نستعمل مول ثاني. وغادي نغطي عليهم وندخلهم المجمد مده 8 سوايع او ليله كامله وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص من بعد ما دازت 8 ديال السوايع، خرجتهم من المجمد وزينته بالياغورت ديال الكراميل. والتزيين دائما كيبقى اختياري، كيجي رائع بمذاق هائل كيستحق التجربة. كنشكركم بزاف على المتابعة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.